بكم أصدقائي صديقاتي في هذه السلسلة من الفيديوهات التي نتعرف من خلالها على لي فيغور دو ستيل أوجه المجاز في اللغة الفرنسية. سنتعرف في هذا الدرس على لانافور وهو وجه من أوجه المجاز التي تستعمل للإلحاح لي فيغور دانسيستانس. وأقرأ عليكم استعمال لانافور كوجه من أوجه المجاز: répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase, de verbe ou de proposition. إذن هو تكرار لكلمة un mot أو مجموعة من الكلمات un groupe de mots في بداية الجملة أو في بداية السطر الشعري verbe أو في بداية العبارة proposition. إذن لانافور هو تكرار لكلمة أو مجموعة من الكلمات في بداية الجملة أو في بداية السطر أو البيت الشعري أو في بداية العبارة. لماذا؟ للتعبير عن الإلحاح والتأكيد على نفس الشيء. أقدم لكم مثالا، وهذا المثال هو عبارة عن مقطع من قصيدة شعرية للشاعر غيوم أبولينير يقول فيها: Il y a des petits pans et patons. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Il y a un beau petit cottage dans un jardin. Il y a six soldats qui s'amusent comme des fous. Il y a mes yeux qui cherchent ton image. إذن في هذا المقطع الشعري هناك كلمة أو مجموعة من الكلمات هي إليا تتكرر في كل بيت شعري من أجل التأكيد ومن أجل الإلحاح على نفس الشيء. إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى هذا الدرس الذي تعرفنا فيه على لانافور كوجه من أوجه المجاز. أطلب منكم أصدقائي أن تضعوا في التعليقات أمثلة للانافور وسنقوم جميعا بمناقشتها. نشكركم على حسن المتابعة وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.